أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. كثيرون هم من يعانون من مرارة الطعم في حلوقهم ومن السعال المزمن وألم الحلق والصدر، وإذا استيقظوا في الصباح وهم يعانون من هذه الأعراض فقد لازمتهم حرقة المعدة طوال الليل. وإذا كنت واحدا من أولئك الذين يعانون من حرقة المعدة فيمكنك اتباع النصائح التي سنوردها في حلقة اليوم، بالإضافة للمزيد من المعلومات عن حرقة المعدة. تعرف حرقة المعدة أو ما يشار إليه أحياناً بالحموضة بأنها شعور بحرقة خلف عظم الصدر يمتد تدريجياً نحو الرقبة والحلق، ويصاب المرء بحرقة المعدة في العادة عند حدوث مشكلة ما في صمام الأمان بين المريء والمعدة أو ما يعرف بالعضلة القابضة السفلية، وثمة صلة بين حرقة المعدة والتدخين وتناول الكافيين بكثرة وبعض العقاقير الدوائية وكذلك فتق الفرجة الحجابية. تعد السمنة من أبرز العوامل المسببة لحرقة المعدة، بالإضافة إلى إصابة المعدة بفئة من البكتيريا تعرف باسم بكتيريا المعدة الحلزونية. وفي العادة يشكو المصابون بحرقة المعدة من مرارة بالفم والشعور بالتخمة والانتفاخ. وقد تسبب حرقة المعدة ما يعرف طبياً باسم الذبحة الصدرية غير النمطية، وهي حالة تشبه النوبة القلبية. وقد تشتد حرقة المعدة بعد وجبة دسمة أو عند الاستلقاء على السرير. يمكن علاج حالات حرقة المعدة المعتدلة بتغيير نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط في الطعام والدسم والابتعاد عن تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى تجنب أصناف معينة من الطعام والشراب التي تسبب ارتخاء في العضلة القابضة السفلية مثل القهوة والشوكولاتة والنعنع والأطعمة الدهنية. وفي حال فشل كل ما سبق قد يفكر طبيبك بوصف عدد من العقاقير الدوائية. ننصحك عزيزي المشاهد للتخلص من حرقة المعدة باتباع حمية لفقد الوزن الزائد والتوقف فوراً عن التدخين، بالإضافة لتجنب تناول الوجبات الكبيرة وكذلك تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل. وإذا لم ينفع كل ذلك فيمكنك الرجوع للطبيب المختص ليصف لك بعض العقاقير الدوائية المناسبة للتخلص من حرقة المعدة ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.